القلوي هي اشتراط من اصحاب الدم، لما يشترطون يعني على خصمهم انه هو سواء هو اهله ولا سواء اخوانه ولا والده، انهم القلوي يعني الديره يعني او يعني منطقه. طبعا هذه يعني عادات متعارف عليها قبليه قديمه عند العرب القبائل، وشرطوا عليه يعني عشان ما يحدث بعد ذلك مشاكل او يعني حاجه ما هي زينه بالقضيه، فاختار حايل. والله حايل حايل ان شاء الله. الرجل ما راح الا عند ربعه واهله، يعني ما اظنه جهله قد كثر ما ناصه فيه. الحمد لله المجتمع السعودي يعني ما يحتاج. مجتمعنا السعودي الحمد لله بفضل القيادة الحكيمة هي مجتمع واحد ومجتمع متماسك بعادات وتقاليد ومجتمع يحب يعني العادات العربية الأصيلة، والحمد لله ما هي غريبة يعني سواء أنه مدينة الخرمة ولا مدينة حائل، يعني مدن سعودية مدن للجميع مفتوحة للجميع تحت توجيهات القيادة، والله يحفظ لنا نعمتنا ويحفظ لنا حكومتنا ويحفظ لنا ملكنا. اللهم امين. انا بسالك اول شيء، يعني احنا كلنا يمكن شفنا استقبال الشيخ ناجي اول ما جاء لمدينه حائل، وشلون عرفتوا بالخبر اولا؟ نعم، هو كان في مقطع متداول بسناب انه حدث القضيه وانه الشيخ ناجي انه متوجه لحائل، علما من بعض واحد من ابناء العمومه يعني ارسل لي المقطع هذا وقال انه في واحد منه جالي من مدينه الخرمه وانه اختار مدينه حايل، ويعني الحمد لله احنا قدمنا له الواجب وهو واجب سكن البيت يعني مجاني له وهو بالطريق، يعني الحمد لله احنا اخذين حسابه يوم ديرينا بالمقطع هذا اخذين حسابه انه يكون يعني له بيت استقباله، والرجل كان يعني يوم تواصلت معه بالطريق كان يعني رجل ما شاء الله يعني غني، ولا لكن اجبرته وانا دخلت من المدخل عليه انه هذا هديه وان هديته انه ما ترد، والحمد لله انه يعني ما رفض هذا بعد ما وصل حايل، قابلته اول ما وصل قدمت له هديه البيت وباسمي واسم الحايل عامي واسم شمر خاصي، والحمد لله ناجي ان شاء الله. يعني انا اشوف تفاعل المجتمع الحائلي من جميع المجتمع الحائلي من جميع القبائل يعني فرحين انه اختار حائل وانه يسكن بيننا وانه والحمد لله، يعني هذا شيء فخورين به يعني اهل حائل عامه، واحنا نفتخر ولا هي غريبه يعني انه جانب حائل الحمد لله مجتمع حائل مجتمع يعني من جميع القبائل من جميع الناس موجودين حايل ومثل ما موجودين بالخرمه ولا باي مدينه، يعني المدن السعوديه الحمد لله الشعب يعني الحمد لله متكاتف الحمد لله بنعمه احنا نعمه امن نعم. وامان الله يديمها ان شاء الله. فعلك صراحه والحق قال، انتم تعبتوا من عقبكم، فعلكم ينومس، واليوم كل واحد سعودي شاف اللي سويته انت تحديدا يا استاذ راضي واللي سووها الحايل بالشيخ ناجي واستقبالكم له وحفاوتكم به ووقفتكم معه، ما لنا الا اننا نرفع العقال لكم واحد واحد كلهم باسمه وانت اولهم وعلى راسهم على الفعل اللي سويتوه والطيب اللي جاء منكم. ولا هو غريب عليكم ولا هو غريب على هالحايل.